أمه. زمان ما أكلنا دسم. أبوي من الشفة علينا بالمرة. يا ولد، النعمة اللي انت بيها ما ناس بيها. كل وسكت كل. بس أنا بدي أشتكي عليكم لمنظمة الأغذية العالمية، لأنكم ما بتنوعوا بالأكل، وهذا الحكي طبعا بيأثر على المواطن اللي هو أنا. أنت يا ولد قاعد بس على الأكل والسواليف؟ خلص أكلك وقوم على المزرعة. حاضر يا أبا حاضر، أكمل أكلي وأروح. ولا لو إيش، أنا شبعت الحمد لله. كمل أكلك يمه، أنت ما كليت إشي. يكفيني اللي كليته يمه، أغير وعيه وأروح. قومت الولد عن الأكل؟ ول هي المزرعة ودها تطير؟ ما ناس مخرب طباع هالولاد غيرك، كل النهار قاعد تدلع بيهم، حتى شغلك صاير داشر. وشو الشغل اللي تركته ها؟ ها؟ دجاجاتك فايتات على المخزن ومخربات شوالات الشعير، كم مرة قلت لك سكر المخزن سكر المخزن؟ يا عاد عاد أنا دائما أسكره. ها دائما تسكريه، والله ما حدا بهالدار داري عن حاله، الله بلاني بيكو، الله يبلاكو. يا حول الله العظيم. يا انت خير وش بي؟ انا خبرتك المره الماضيه تخلي مجاهد يراجع المغفر. قلت له بس عاد هو سافر، يمكن ما فضي. يعني هسه مو موجود؟ اقول لك سافر. انت متاكده انه سافر؟ اي متوكده. أبي هذا الشرطة جاي عند الدار يدوروا علي. الهزيمة ثلثين المراجل. يعني انفضي وده ثمن الخراب اللي صار بالمزرعة مو هيك السالفة؟ يعني وقعت بين ولدي وبين أخوي. يا أبو مقبل، أخوك كلفنا أنا ومجافي نكشف على المزرعة ونشوف الخراب اللي بيها. وش عليه خيو، حتى لو أنه طلب من دون تثمين أنا مستعد أني أعطيه وأخلص. أنتوا رحتوا على المزرعة؟ رحنا، والصحيح المزرعة ما بيها فايدة، مخربة من أول هالتالية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المهم وش طلع معكو؟ يا ابو مقبل، حنا قدرنا ثمن الغرس المقطوع بخمسمائة دينار، ولا حبينا نثقلها عليك ولا نظلم اخوك. خيو، المصاري يروح انا ويجن، وهذه سالفة بسيطة. المهم انه ما يظل بنفس اخوي ينفضي شي. صحيح يا ابو مقبل، حاولنا نقنع نفضي انه ما خسر على المزرعة شي، بل كفاتن، لكنه معند. ايه لد علي جاي يا مجافي، اللي يطلب بحقه ما عليه لوم. بلعون انك خير، وما ضل غير نختمها بالصلاة على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مزرعة عمي قطع شجرها؟ معقول؟ ايه هذا انت ما معك خبر. كل اهل الحنة ما لهم سالفة غيرها. بس يما مين اللي سوى هالعملة؟ يقولوا أبوكي ورا خراب المزرعة. أبوي يما يقطع شجر عمي؟ يقولوا مودي ناس بالليل ومقطعين الشجر. طب ليه يما؟ ليه؟ أبوكي يقول إنه خسران بالمزرعة وهي من حقه. أبوكي عطاف، أبوكي يتصرف من غير عقل. بس عمي مفضل، عم نفضي كويس وما يجي منه عاطل. قولي هالكلام لابوكي، انا يوم قلت كلمه قام طردني من الدار. ليه يبا كل اللي نحبهم اسات لهم. اشوف المعركه انتقلت على جبهه زعل ونفضي. مقبل السبب، مقبل يساوي كل اشي مشان يثبت انه رجل، كل فعايله ترجع نقص على راسه وراس ابوه، والمستفيد الوحيد هو نفضي. تبغى تبطل مراجده؟ حاولتني، تعال اقعد. من قهري يا غالب، من قهري، حتى لقمه الاكل قومنا عنها ابوك. ولو ايش وش فيه؟
لو ايش وش فيه؟ انت ما هي فارقه عندك، بكره بتسافر على امريكا وبتهيس، وانا ظل هان وجه بوجه الختيار. اللي يسمعك يقول فيزت وسافرت. غالب انت هناك بس احكي لهم انه انت احد المستضعفين في مزرعه شاكر، وهم طوالي بيختموا لك اياها وبتسافر. اسمع يا زعلهم فضي، انتوا اخوان وناس عقال، وحنا ما يهون علينا نشوفكم تزعلين. خيو انا مزعل مفضي هذا لانه اخويا اللي مالي غيره، بس انت عادي مفضي الله يسامحك رفعت صوتك علي، وترى لولا شويه كنت ودك ترفع ايدك. لا يا اخوي لا، اليد اللي تنمد عليك ترى اقطعها، وانا لو ضربتني ما احكي معك، بس عاد الله يلعن ساعه الزعل. يا اخوي مفضي ترى الرجل هو اللي يضبط حاله ساعه الزعل. والحمد لله هذه الامور صارت هيك، وبالنهايه انتوا اثنين مالكوا غير بعض. يا جماعه الخير انا لولا انه تكررت الشغله ولا ما بزعل. هذا حقك يا مفضلي، بس انا اترجاك لا تقطع حبل الموده بينك وبين ولد اخوك، لانه يا اخوي اذا رحت انا بعدين ما اله غير الله ثم انت. لا يا اخوي طولة العمر لك، وترى أنا ما طلبت مصاري إلا من شان تشد على ابنك ولمصلحته، أما هذول مصاريك ضبهن حد الله ما بيني وبينهن. لا 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 خذهن هذول حقك. حق الأرض وخذيتها، وأنا بعدين منسى أنك دائما واقف معي. يا سلام هذا الناس، وليفهم ما تغلب معه. الله يديم المحبة بينكم، وين أهل الحنة يجوا يشوفوا الاحترام والتقدير شلون يصفي القلوب ويحل المشاكل بين الناس. يا اخوي مفضي ترى الرجل هو اللي يضبط حاله ساعة الزعل. انصحوا يا اخوي انصحوا، ترى هذه المرة جت بي، تخاف انها المرة الثانية تجي بناس غراب. صدقت يا اخوي مفضي صدقت، انا اسأل الله انه يهديه ويبعد عن المشاكل. واكيد انه عرف خطاه، لأنه ما ساوى اللي سواه إلا بلحظة الزعل. مقبل ما عليكم منه، أنا فهمه خطأ وخليه يحب عراس عمه بعد. اشوفك تتسال بعد. ها مسيش بالخير. هلا اقول صباح الخير. صباح الخير. شو يا حليبه بعدين معك؟ وين اليوم ما بينت من الصبح؟ مشاغل ما انت تعرفيني، اشتغل بالليل وبالنهار بزنس. اسكت اسكت، ما هم اصحابك لفوا يدوروا عليك. اصحابي؟ من هم اصحابي هذول؟ هو بغيرهم هيسال عنك الشرطة. الشرطة يقولوا مجاهد ما رجعهم على المغفر وودهم تراجعهم ضروري. وانتو وش قلتي لهم؟ قلتي لهم مسافر رايح عند حمامه وعند خواله على الجنوب على الشمال؟ إلا قلت لهم مسافر، بس عاد أظن إنهم ما صدقوني. ها وش قالوا؟ قالوا يوم ترجع من السفر تراجعهم على المغفر ضروري. هم قالوا مثل هيك؟ مجاهد انت متوكد انها شغلة تراجدي وبس؟ ها؟ يعني خماسي؟ شلون؟ يعني جفوف؟ هي بس بس جفوف بس. هذا اخرتها، هذا اخرتها يا مقبل. صفيت من حالك، تعلل من حالك، وظل لي عين أفوت المضافة بعد أبوي ما اضطرني منها. الله يسامحك يا شيبة، الله يسامحك. وين لك يا حسافة عليك يا الدنيا؟ وين روح أدول تعليل تاريخ الليل؟ مجاهد رفيق عمري مضيت النهار أنا وياه. نايفة يا نايفة، ما تردي يا مرة.
نعم. نعم الله عليك. انبح صوتي وانا نادي عليك، ليه ما تردي؟ من طرمه؟ لا ايش ارد عليك؟ على هالصلحة اللي صالحتني اياها. الصلحة؟ لا ما تحق. اقلطي جاي اقلطي تعالي هان. اقلط يا هلا بغزالة مقبل. اقعد تريح يا نايف. ما في عندي بالدنيا كلها اغلى منك ومن عطاف. لا انت زودي شوية، وديت لك عطاف. عطاف هي اللي راحت صلحتك، وش جاي عبالك؟ اودي لك جاهة فاردة اولها سيارة هان واخرها بعرعر. خبرتك ما تحب تعليلتي ولا لانها ضاقت عليك؟ افعليك يا نايفة. انا استغني عن تعليلتك. اللي ضاقت علي الدنيا كلها، وين لي غير داري؟ وين لي غير بيتي؟ ما تعلل غير عندك. ولا مهم يعجبك تعليلتي؟ ها هذا اخرتها. مقبل يتعلل عند النسوان. قومي. انا هبلت؟ طب براسي هبال. اقول لك قومي. انت اللي ناديت علي وهسه ما بدك ياني؟ الا ما ودي اياك ولا ودي اشوف خلقه وجهك. فوتي جوا. اصلا انا تعبانه ورايحه انام. رايحه تنامي؟ نوم الجدي يوم نام ومقام. فوتي جوا. فوتي. هذا اخرتها. فضل علي غير اتعلل مع النسوان. عذ بالله من الشيطان الرجيم. وانا وش اللي محيرني؟ هو مجاهد احسن مني بيش، مصاري ومليانه. ومن راسي يا نايفه غير من باكر الصبح اروح العمان واجيب تلفزيون هالكبر كبر البعير، واجيب دش من هذا المخوذ الصاج اللي حطوه فوق، ودجلت عشر دجلت. ولا كان على مضافه ابوي بعدها بهدلتي بهدلتها اروح لها مره ثانيه؟ لو نعقالي ما اروح لها غير لما يجي ابوي الشيبه بذات ولهان ويصلحني. وليه ما يصلحني؟ هذا انت عن جد اليوم دمك خفيف. مو خفت الدم، هاي مرحله متقدمه من حاله اللاسعاده اللي بعاني منها. يعني بدك بصراحه حالتي ميؤوس منها. ايوه اللي بهغم. احكي لي اي موضوع نحكي فيه. موضوع شو رايك نحكي عن المستقبل؟ مين؟ يعني انت شو مخطط لمستقبلك؟ لا مستقبلي عريض عريض كثير. لا انت اليوم ما بدك تحكي جد. يا سونيا اذا حكيت جد بقلبها غم، ومع ذلك بدي احكي لك يا ستي. اوكي وانا سامعتك، تفضل يا سيدي. هذا يا ستي غالب بده يسافر على امريكا، وانا ان شاء الله بس اخلص من الجامعه ناوي اهاجر عنده. لا فعلا مستقبلك عريض ومش لايق عليك. هيك رايك؟ شو قصتكم يا شباب؟ الكل بده يسافر والكل بده يهاجر، لمين نترك البلد؟ شو انت كمان ناويه تهاجري؟ شو يعني سافر؟ هو بده يغلبنا؟ سيدي سألت بعض أهالي الحنة أكدوا له إنه موجود وما سافر. إشي طبيعي إنه يحاول يضلل الشرطة. شو بتقترح سيدي؟ مبين إنه مجاهد مش سهل. أنا كنت مفكر إنه كتابة الشكات عن جهالة وعدم معرفة. تبين إنه بيعرف شو بيعمل وشو بيعمل منيح. سيدي بتحب إن نراقب بيته ونقبض عليه أول ما نشوفه سيدي؟ هذا أفضل إشي. ما بدنا نعطي مجاهد فرصة إنه يتمادى أكتر من هيك. في تعليمات معينة سيدي؟ الحنة قرية صغيرة، مش لازم ناس يحسوا بيكم. رح نخلي المراقبة لي. والله يا أخوي مفضي إنك كبرت بعيون الناس كلها. خيوه الشغلة بين الإخوان ما لها قيمة، أهم شيء المودة بين الناس. السلام عليكم. هلا وعليكم السلام. هلا أبو غالب. مود أقعد براسي 100 دواية. يا أخوي أبو غالب ارمي وراك واقعد خنشوفك. يا الله. صحيح يا مفضي، سمعت اللي صار بينك وبين اخوك زعل، ترى خير ما سويته. الاخوان ما لهم غير بعض، الكبير يسامح الصغير والصغير يحترم ويقدر الكبير. ايه الله يديم المعروف بين الناس. مفضي اعطيني 4 متورة حبل ودي اربطها الدابة حبلها ترى. واش عليه؟ هسا اجيب لك اياه. زين قل لي يا اخوي ابو غالب. تفضل. شفت سيارة الشرطة راحت 2-3 عدار مجاهد، هو مسوي شيء؟ والله ما ادري، اصلا زمان ما شفت مجاهد ولا ودي اشوفه.
ما هو صار صاحب مقبل، ما تسأل مقبل عنه. مجاهد صار صاحب مقبل؟ صار صاحب مقبل. خذ هاي الحبل. عشت. سجلها على التفتر خاطركم. مع السلامة. ولا علي على عنده راضي بملايين ومقضيها دين بدين. قل لي هسه عم يقبل صاير صاحب مجاهد؟ لا تهكي الهم، الدكتور اعتذر عن المحاضرة الأخيرة، قلت أجي وأشوفك. يعني اشتقتي لي؟ يعني شوي. أنا متمني ما تفرقيني بالمرة. يا سلام، تفكرني راح أصدقك بسرعة يعني؟ لا صدقي عطاف، أنا حياتي ما صار لها معنى إلا لما ظهرتي في حياتي. لكن أنت بحياتي من زمان، من أيام ما كنت بالجامعة وأنا كنت في المدرسة. عموما أنا آسف. على إيش تتأسف؟ لأني تأخرت حتى انتبهت. فعلا كان لازمك كتلة نصها موت حتى تنتبه. لا تذكريني الله يخليكي. صحيح، كيف أمورك مع حابس؟ قطعت علاقتي معه، لا أحكي معه ولا يحكي معي. أحسن، الباب اللي بيجيك منه الريح سده واستريح. كنت مخدوع فيه، فرق كبير بينه وبين أخوه غالب. غالب شاب ممتاز، وعلشان هيك قررت أساعده. ساعده بإيش؟ غالب ظروفه صعبة وقرر يسافر أمريكا. سافر على أمريكا؟ تهاني اللي بتحبه. هلا، مش انت الخيوة جاي على وجهي؟ وين يا مقبل؟ هذا ما ظل عليك غير تطردني، ولا وش مسوي لك؟ وش مسوي لي؟ اسمعوا الحكي، اسمعوا الحكي بالله. عقب ما وقفت مع عمي مفضي بالأول وبالتالي ضدي، ووقفت ضدي أنا هالساعة، لويش جاي علي؟ الله يسامحك يا مقبل، هذا بدل ما تشكرنا لأن منعنا عمك يشتكي عليك، ولا كان هالساعة شدوكك يودق بالسجن. تودق بالسجن؟ لا صادق. بسيطة يا مقبل. على كل حال أنت زعلان الحين، وزعلان ما يتواخذ. ما يتواخذ؟ يا هم لالي يا ولد عمي يا رئيس البلدية. هاي جايني من راسك ولا ودوك مرسال علي؟ يا مقبل من بحاجة من يرسلني عليك، لكن أنا شفتك ما تجي على مضافة أبوك، قلت أجي أشوف وش بلاك. شوف وش بلاي؟ والله ما أدري يا ولد عمي، هو أنت رئيس بلدية ولا مصلح اجتماعي؟ لا والله بيك الخير يا مقبل، حنا كنا بلشانين نصلح بينك وبين عمك. هلا هلا هيا عمو، تكتب أنت علي داري هان؟ يا مقبل أبوك رجال كبير وغانم، وأنت بعد غانم، عاود على مضافة أبوك وحب على راسه. حب على راسه؟ هي أبوي بعد ما طرني من المضافة ودك إياني أروح أحب على راسه؟ ما أحب على راس حدا، هو طردني هو زعلني هو يجي يرضيني. يا مقبل هذا أبوك، لا تخلي المثل مجاهد يلعب براسك. هي عمو تفكرني عيل صغير؟ هي لا مجاهد ولا 60 واحد مثل مجاهد يقدر يلعب براسي، أنا ماني عيل. إلا أنا سمعت أنك صاير صحبة أنت وياها الأيام. صحبة؟ وهذه وش تخصك أنت؟ قل لي وش تخصك؟ أنت وش دخلك؟ عمو مجاهد اللي شايفه هاب عندي إياه يسوى نص سكان الحنة، كبارها بصغارها. وبعدين لا تفكر حالك صرت رئيس بلدية تنفش لي ريشك علينا وصير تبجح بالحنة هان وهان، سوي لحالك مصلح اجتماعي. عمو لا تنسى حالك، لولا أنا ما صرت رئيس بلدية، أنت بالنسبة لي ولاش. مقبل انت تجاوزت حدك، تطولت عليه كثير، وانا ما اسمح لك بهالحكي. الحق علي جاي انصحك. تنصحني؟ خيو انصح حالك. هي عمو ان كانك حافظ لك كلمتين ولا قرويتين بالمدرسه لا تيجي تقراهن علي، انا روح اقراهن على واحد ثاني مو على مقبل. هيك العاد. اسمع والله ماني بحالك ولا بحال الاكبر منك، وبعدين من غير مطرود تفضل اطلع من داري. تطردني يا مقبل؟ بسيطة، خل مثل مجاهد ينفعك. ينفعني أكثر منك. والله وهلا بعطاف، تدري إني كنت أفكر أزورك. شو؟ هي زيارتي بدها تفكير بعد؟ قعدي لي على الكلمة عاد. المهم قولي كيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير. الواحد لما تشوف كل شيء بوضوح ترتاح.
انت ما بدك تقولي لي شو اللي شاغل بالك؟ ايه وبعدين معك يا بنتي، انا صاحبتك والله صاحبتك. طيب اسمع، خليني انا احذر. اكيد حابس. شو حابس؟ حابس؟ لا انت اكيد فكرك راح لبعيد. اصلا انا وحابس ما نحكي مع بعض، وبيني وبينك بطلت احب اسمع سيرته. غريب، مع اني كنت مفكره حالي عارفه من زمان. تعرفي انتوا لايقين على بعض. تركينا من هالموضوع هسا، انا اصلا جاي ودي افهم منك. شو اللي بدك تفهمي؟ انت كيف بتوافقي انه غالب يسافر على امريكا؟ غالب بده يسافر على امريكا؟ ايوه صدقيني انا بفكرك بتعرفي، ومستغربه كيف انك موافقه. عطاف انت متاكده؟ طبعا شفت اوراق وجواز سفره مع خميس، لانه خميس بده يساعده. وخميس اللي حكالك؟ ايوه، وبيقول انه النتيجه مش مضمونه، يعني ممكن ما يسافر. مش مهم، مش مهم، المهم انه قرر من غير ما يحكي لي. معقول؟ معقول غالب يعمل هيك؟ طبعا كل الشباب بتصرفوا بهالطريقة. إلا غالب، إلا غالب، مستحيل أصدق. هو صحيح بالفترة الأخيرة متغير هيك وأفكاره غير شكل، لكن إنه يتصرف من غير ما يحكي لي، أنا كأني مش موجودة بحياته. اسمع مني يا تهاني، حاولي تناقشيه بهدوء وافهمي منه. بسيطة بسيطة يا غالب، بسيطة. شوف يا أستاذ، أنا بيهمني أنهي القضية بأسرع وقت ممكن، لأنه في عندي مشروع وبستنى بيع الأرض. يا دكتور أنا رامي كل ثقلي بالقضية، بس مثل هيك قضايا بتأخذ وقت. يعني قديش؟ شهر شهرين؟ صعب، صعب جدا. إجراءات الإفراز القضائي معقدة شوية، بعدين الأرض اللي بالحنة إشي داخل التنظيم وإشي خارج التنظيم وإشي بالوعر وإشي بالسهل، يعني بدها شغل. وبعدين هيك الوضع تعقد. اصبر يا دكتور، أو حاول تقنع أخوك، وهيك بتنحل الأمور بيوم أو بيومين بالكثير. ما هو أنا لو قدرت أقنعه كان ما لجأت لك. مش غلط تحاول مرة ثانية، خصوصا إنه بيعرف إنك رافع دعوة إفراز قضائي. برضو فكرة، أنت خليك في إجراءاتك وأنا بشوف شو بقدر أعمل. تهاني شوفي، أول مرة بشوف النظرة هذه بعيونك. تعرف كنت ودي أسألك نفس السؤال. ليش؟ شو شايفة بعيوني؟ اللي تجاوبني أنت. أنا ما عندي إشي أحكي. طيب أقول لك أنا شو شايفة بعيونك؟ يا ريت، أنا نفسي مش عارف نفسي. شايفة بعيونك شنطة سفر وأوراق سفر وجواز سفر. مين اللي حكالك؟ مين هو؟ مش مهم مين اللي حكالي، المهم انك نويت على السفر صح؟ ايوه نويت على السفر. عندك مانع؟ لا ابدا. هو انت شاورتني ولا حتى حكيت معاي حتى يكون عندي مانع؟ يعني عاجبك الحال يا تهاني؟ لا سما طايل ولا ارض. وانا يا غالب ما فكرت فيي؟ ما تصورت شو يصير لي بعد سنين هالحب واكثر من سنه خطبه؟ انت السبب. ايوه بدي اسافر مشانك، بدي اجيب مصاري اعمل لك دار ونعيش زي الناس. لا تتحجج فيا، انا مستعده اعيش بدار اهلك اذا هذا بيرضيك. المهم مين اللي حكالك؟ خبرتني عطاف. عطاف؟ ومن وين عرفت؟ اسال حالك، بعدين هذا مش موضوعنا. تهاني
شو اللي بدك اياه؟ انت مصمم على السفر؟ ايوه مصمم. طيب ليش ما اخذت رأي؟ كل اشي كنا نتناقش فيه، افكارنا، حياتنا، مستقبلنا، حتى الامور التافهه كنا نحكي فيها. تهاني، لاني عارف رايك راح ترفضي. ما دام عارف اني راح ارفض، ليش مصمم على السفر؟ لانه مهم لمستقبلنا. لا، قصدك مستقبلك لحالك. تهاني، مستقبلي ومستقبلك واحد. كان قبل لا تقرر لحالك يا غالب، أنا بحبك، وعشان هيك مش ممكن أوقف طريق سعادتك. خذ دبلتك يا غالب. تهاني، بترجاك يا غالب لا تحكي. أنا رجل انخطبت له، شخص ثاني غير اللي واقف قدامي. هسه خذ، روح الله يوفقك. أنا رحت المقبل، قلت أحاول بلكي رجع للمضافة. ها، وقناعته؟ لله يا أبو مقبل، مقبل متغير، ما هو مقبل اللي نعرفه. وكاد إنه عند ولدي وأنا عارفه. مقبل زعلان علينا، مو شايفنا بعينه. زعلان علينا والشيخ صالح، يفكرنا صافين ما عم فضل عليه. لا تسمع له، هذا قلي العقل. ولأن ظلمته، لأنه ما يجي على مضافتك. بهدلني وطردني من داره. سنحه يا مجافي، لا تواخذنا يا أخوي، أنت تعرف مقبل وتعرف سوالفه، وهذا يعني كلها يوم يومين ثلاثة ويرجع مثل أول. أنا مزعل منه حتى لو ضربني، أنا خايف عليه. خايف عليه من إيش؟ أنت تعرف شيء أنا ما عارفه؟ هذا مقبل ملتف على مجاهد وضارب معه صحبة، ما أنت غشيم بمجاهد وسواليفه. ها، لعاد وصلت لهالحد؟ بسيطة، أنا اللي ذويهم الاثنين. يا خسارة يا غالب، يا خسارة يا ما في فايدة، اليوم مسكرة معي. أبصر شو ماني، أحسن إشي أحول على الإفم أصير أغني، أقرأ كتاب اثنين وأتقلب على الجنبين، وفي كل صفحة أقراها ما فهمش إيه معناها. والله أني شاطر، وفي كل صفحة أقراها ما فهمش إيه معناها. لأنك ما تفهم. أنا؟ أيوة، أنا ما قلت لك ما تعلم حدا اللي بدي سافر. أنا ما حكيت لحدا. أنت أخوي وأنا عارفك، تنسى حالك قدام عطاف وأكيد كتيت اللي عندك. على كل حال، تهاني عرفت إنه بدي سافر ورمت الذب لوجهي، رضيت؟ والله ما حكيت لعطاف، كل شيء بصير برجع على راسي. يمه، أنت طالع؟ ما هسه فوتت على الدهر. طلع؟ وانت على وجهك مسفر، انتو تهاوشتوا؟ يا يوم ما نقدر اهاوش حدا. لعاد ليش اخوك طلع وما هو شايف الضوء؟ فهمني. اخاف الحق اتبهدل، غالب مقبعة معه، احسن اشي ينسى. شو صاير يا ولد؟ احكي. شو بده يصير يمه؟ شو بده يصير؟ انا انجنيت، كل ما تصير مشكلة بهالدار يحملوني مسؤوليتها. اي هو انا بدي اصير منطشة للي بده يفرش غله. انا بطلت افهم شو قاعد يصير بهالدار.
بطلت افهم شيء. هاي يمه اشوفك تتسرق تسرق. لا يمه لا، هاي تمارين رياضيه اسمها الرشاقه. اي هو انا ودي افهم عليك. قل لي غالب بعده نايم؟ بعده نايم بسابع نومه، وانا ما حبيت اصحيه. تعرف اي ساعه رجع؟ يمكن يمكن وجه الصبح. يمه انا بدي اروح على الجامعة. تذكري بدك تعطيني شيء؟ انت ما خذيت مصروفك؟ خذيته. بلاش كثرة حكي، فاهم؟ فاهم. الله يعيني. امسط بجلدي بلاش تطلع لي مصيبة. يا اخوي يا مفضلي، انا اللي خوفني كلام مجافي عن مقبل. مقبل؟ ليش هو صاير اشي جديد؟ الخوف انه يصير، لانه مقبل طرد مجافي من داره. وي طرده؟ ايوه يا اخوي ابو مقبل، بس ما انت عارف انه مجافي كلامه ثقيل ويدب ودب، ومقبل دمه حامي ما بتحمل. يا ابن الحلال، انا اللي خايف منه صحبة مقبل مع مجاهد، هذا شيء ما يريحني يا اخوي من مرة. صدقت بالعون انه مجاهد يخرب الكائنات. وانا اقول يا اخوي وش بيها لو طيبت خاطر مقبل بكلمتين طيبات وتخليه تحت عينك، بدل ما هو يركض ورا مجاهد وغيره تراهم يضيعوها. يا ابن الحلال، انا ما اخطيت معه وانت تعرف، يعني وش اساوي؟ اخذ جاهه وكدها عليه مشان يرضى؟ مقبل يا اخوي عقله صغير، كلمه تجيبه وكلمه توديه، وانا لو ما هو ماخذ على خاطره مني كان انا رحت له. بس عاد خليه مجاهد ينفع. بس اخ لو المجاهد يرقع وعلى راسه قنوه مشان يصحى. بعدين معك يا ربحي، الشرطة رايحة جاية على الدار، فضحت بالحنة كلها. فضحت بالحنة؟ الشيخ مجاهد، انت مش الشيخ مجاهد اللي انا بعرفه، انت صاير خويف، واذا خفت بتضيع بتنتهي. انا بديش اياك تنتهي، بدي اياك تكبر تعلى فوق. وبعدين شو الحل؟ الحل بسيط، هلا الشرطة بتسأل عنك. انت المفروض ما تمسكهم مش حالك، بس هي الحل. صدق انت بسهل الامور وهي صعبة، صعبة جدا يا ربحي، مش سهل الامور. بالعكس يا شيخ، الامور اسهل بكثير مما تتخيل انت. الامور سهلة، بقول لك انت فقط تمسكش حالك للشرطة، هي بسيطة. انفد يوم نام برا الدار، يوم جوا الدار، يوم مجاهد مشون، مجاهد مجاش، مجاهد سهران برا، هاي هي المسألة. انا اللي بقول لك من الاخر، روح نعمل اشي في فايدة. انا بقول روح نبشلنا هبشة محترمة، نجيب لنا كم 100 ليرة يعني. بعدين معك تودك تودينا بداهية؟ أقول لك الشرطة رايحة جاية على أكم من بضاعة سويناها، هسا ودك تزيد الطين بلة. هدي أخفى الموضوع نهائياً، خلينا نتريح لنا كم من يوم نشوف شو الوضع يصير عليه. يا عيني عليك، عجبتني. هلا أنت بديت تخطط صح. أنت لما بتقول لي نهدي يعني هاي أستاذة يعني نهدي اللعب. أنا معك ونرجع نهبش، بدنا نهدي اللعب. شو بتحب تلعب؟ فطبول، باسكت؟ بدي العب بخراسك من جوا واقلب لك اياه فوقاني تحتاني. على راسي يا شيخ، خلينا نشوف انه مطعمك كويس هيك نتغدى. ولا يهمك، من عيوني عندي. خلص عندي، يلا قدامي. يلا. ليش ما حكيت لغالب؟ غالب لازم يعرف الصح. ما اعطاني فرصه، كان زعلان كثير حتى انه طلع بدون ما يسمعني. طب وعطاف من وين عرفت؟ ما في حدا بعرف بالموضوع إلا أنا وغالب وخميس. معناها عرفت من خميس؟ أكيد، وإلها معنى ثاني وهذا اللي مضايقني. يعني عطاف بتشوف خميس وبتحكي معه؟ طيب هذا إشي طبيعي. أيوة، اللي قاعد بيصير معي مش طبيعي. اللي صار سوء تفاهم، أنت وضح الموضوع وفهم غالب. إذا كانت على غالب بسيطة، أنا متضايق على النتيجة اللي وصلت لها علاقة غالب بتهاني. ما بتتخيلي قديش كانت علاقتهم مميزة وجميلة. طيح من السيارة بدي احكي معك. حاضر يبا، حاضر. هذا انا طحت، وقفت بنص الطريق، وهذا انا طحت لك، بهدلتني، طريتني من الدار، وهذا انا جيتك حتى رضاه وما رضيتني. لد علي،
انا ابوك واطيحك وين ما ودي واوقفك وين ما ودي انت سيارتك هذه، فهمت؟ فهمت يبا فهمت. اسمعني زين، عمك ودك ترضيه وما تزعله، والمضافة ودك تجي تتعلل بيها كل يوم لأنها مضافتك هذه، فهمت؟ فهمت يا والدي فهمت، الله ينطيني رضاك ها، وهذه حبة على راسك. الله يهديك، الله يهديك يا ولدي ووفقك. الله يسلمك بخير. مع السلامة، مع السلامة. السلام عليكم، مع السلامة. إيش يعني؟ نرجع نترجع؟ لا يا جابر، هيك رح يفكر إن موقفك ضعيف ويتمادى. أنا لا بدي أترجاه ولا بدي أحكي معه حتى. أنا كل ما هنالك بدي أشوف زعل مرة ثانية، ومش خسرانين إشي. اسمع، أنا ما بدي تترجى أي حد عشان شاكر رجع لك حقك. أنت لازم تتحداه زي ما هو تحداك. يا بنت الناس، أنا هاي المواضيع ما بتوقفني عن عملي. أنا المهم عندي أحصل على حقي وبأسرع وقت. أنت حر، بس أنا متأكدة إنه شاكر رح يعقدها أكتر. إحنا مش خسرين إشي، والمحاولة مش غلط. الله يعطيك العافية. هلا هلا يمه. يمه هلا. شفتك طلعت من الدار بدون فطور، جبت لك لقمة فكريقك. يمه أنا ما طلبت أكل، لو إني جيعان كان كليت بالدار. يمه يا حبيبي لا توجع قلبي عليك، أنت على همك مريض، ناس مزعلك. يا يمه لا انا مريض ولا زعلان، بس مو جاي على بال الذات. انا عارفك زين، انا امك، اكيد في اشي. امبارح بالليل جيت من عند تهاني وانت زعلان، ورديت طلعت وما رجعت غير وجه الصبح. قولي يمه ايش في؟ ريح قلبي. الله يريح قلبك. يمه لا تضايقيني اكثر ما انا متضايق، انا تركت الدار ما ودي اشوف حدا، ولا حكيتني لهان. هسه انا مثقل عليك وانا طول الليل ما نمت من خوفي عليك. اقول لك ما في شيء، تزعلت مع تهاني رجعت لي الذبله. تريحتي؟ تهاني رجعت لك الذبله؟ ليه وعشان ايش؟ ومجاهد اسرع يوم صار معه مصاري صار ينافق بين الناس حتى مصاري. ابصر من وين جابه الرجل، ما شفنا عليه شيء، يقول انه يشتغل بعمان، بلك الله مرزقه. يا شيخ صالح، المكتوب مقري من عنوانه، حنا مالنا ومال مصاريه، بس ما ودنا يا يخبص العالم مع بعض. صحيح اللي سمعته يا مجافي؟ خير يا فضي، وش سمعت؟ بقول انه مقبل طارك من بيته. ول 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 صارت واسطتك يا فضي. انا رحت عليه ودي عقله، لكن يوم شفته زعل وعصب، خذيت حالي وروحت. مكافات الشر زينة، والشاطر اللي يتلافاه. هذا صحيح. بجوز صح بجوز، لكن عاد لو ما انتم سمعوا كلمة زينة ها ما هي زينة، كان ما طرك من بيته. يا مفضي ها، مقبل الله يصلحه، يزعل من الهوى الغربي. ها بهذه صدقت. اليوم غالب ما افطر، ورجع الاكل معي من المزرعة. انت ما تعرف شو صاير؟ يما أنا شو دريني؟ يقول إنه زعلان هو تهاني. إذا هو قال هيك يجوز. يا ولد أنت ما ودك تعلمني؟ يما أعلمك بإشي أنا ما بعرف عنه أي إشي. حابس، إذا بيّن بعدين إنك تعرف إشي وما ودك تعلمني ترى أنا أعرف أتصرف معك. يما أنتوا علامكوا علي، بدكوا تجننوني؟ خلاص ما ضل قدامكوا إلا أنا. أنت علامك يا ولد فهمني. أنا انهبلت، ما ضل براسي عقل، كل ما بتصير مشكلة أنا مسؤول عنها، حتى المشكلة اللي بدها تصير في المستقبل برضو أنا مسؤول عنها. معناته في مشكلة وانت عارفها. لا لا أنا انجنيت، أحكي لك بدي أروح على المزرعة وأشتغل فيها أرحمني من هالقعدة. طيب استنى، مدام رايح على المزرعة خذ أكل لأخوك وحاول تخلي ياكل. ياكل؟ الله يستر ما يأكلني أنا. والله يا ميت أهلا وسهلا بالدكتور. ولا مهلي ترى، يعني ودك ما تواخذني، انا ما قدرت اقنع اخوك بالسالفة اللي انت رسلتني بي عليها. انت معذور يا ابو مقبل، لكن اخوي شاكر الله يسامحه كبرها وهي ما تستاهل. شاكر انا عارفه زين، ما يقع بالخطأ، لكن هالمرة ما ادري علامه. سمعت انك رافع دعوة صحيح؟ اي والله صحيح يا ابو مقبل،
وعلى غير خاطر والله. فشو ساوي لأخوي؟ أنا حاب تنحل القضية بينه وبينه بدون قضايا ومحاكم. أنت ما عليك حق ومعذور. مظبوط، بس بتظل ثقيلة علي. إيه فهمت عليك، يعني أنت ودك إيانا نحاول مع شاكر مرة ثانية؟ يعني بلكي منكو لانو قدر يغير رايه يعني. ما عليك مجحود، أنا حلفت يمين مرجع الخيك ولا أسولف معه، لأنه معند أكثر من أول وتقول إنه ماخذها تحدي، وهذا صالح يا أخوي أقرب مني خبر. الصحيح، ما ظن أخوك شاكر يغير رايه. وبعدين يعني هو مفكرها فوضى. اسمع مني وخليك على القضية اللي بالمحكمة وريح راسك. يا مو بقبل، أنا قلت إحنا نظل إخوان وما نهون على بعض. عاد أنت وش طالع بيدك؟ مالك غير الدعوة؟ والله يعينك. ماشي ماشي، بس هذا أنتوا اثنين شاهدين وأنا ترى ما ظل علي عتبها. أنت كيف تتصور أنه أنا اللي حكيت لعطاف؟ أنت بتعرف أنه العلاقة مقطوعة، حتى سلامة في بيننا. طب مين اللي حكالها؟ مين اللي حكالها؟ وهذا الموضوع بالذات ما واحد بيعرف فيه إلا أنا وإنت. خميس. خميس؟ يعني قصدك؟ أيوة أيوة خميس. أنت ناسي أنه في بينه وبين عطاف علاقة ود ومحبة؟ إيه والله أنا كنت ناسي. كيف كنت ناسي هذا الموضوع؟ ما أنت استسهلتني وقليت قيمتي وبهدلتني. ما هو يا حابس أنا معذور، أنت ما شفت هاني شلون قلبتها نكد وغم فوق راسي. يعني أنا أدفع ثمن مشاكلك مع خطيبتك؟ خلص خلص يا حابس، لحظة زعل وانتهت. وليش تزعل وهي رايحة تعرف؟ وتعرف اليوم أحسن من بكرة. رجعت لي الذبلة. هاي خطة عشان تضغط عليك، بس أنت طنشها وما تضعف. حابس، بس أنا ما أقدر أستغنى عن تهاني. مين حكى لك تستغني؟ هي بس تشوفك مصر راح تأخذ الذبلة لحالها. فكرك يعني؟ أنا اليوم ما حبيت أسألك قدام المعلمات، أنت مش طبيعية. خير؟ خلص بطل في إشي كويس بالحنة حتى الوحدة تزعل عليه. ول 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 ول، هذا واصل حدها. خير شو فيه؟ كل إشي تغير، تغيرت ألوانه، حتى غالب اللي كنت مفكرته مثل الأرض ما بيتغير، تغير. غالب؟ صار بينكو شي؟ أي هو بطل يصير بيناتنا إشي. مش فاهمة. تصوري إنه غالب مفكر يسافر من غير حتى ما يقول لي. يسافر؟ وتضايق لما عرف إن عرفت. بعد كل هالسنين جاي اليوم يتغرب ويسافر. وإنتي ما إنتي موافقة؟ طبعا مطلوب مني أستنى سنة ولا سنتين. يا عالم، هذا إذا ما تجوز برا. وحتكوني ناوية؟ أنا رجعت الدبلة لغالب لأنه أنا والغربة ما بنلتكي، وعليه إنه يختار. رحت اليوم على المزرعة؟ لله، وأنا رايح شفت سيارة جابر قدام مضافة زعل، تنكت ورجعت. إيه هو أخوك ورانا ورانا؟ فاضحنا عند الناس. قال ايش؟ قال احنا ماكلين حقه. كل هذا من فاتن ام الذرعان. اي هي الارض رغيف خبز حتى اكلها؟ هريها الارض مشانها، وين وده وديها يعني؟ ما انت ملاحظ على غالب شيء؟ اي ملاحظ، ملاحظ انه خميس بعد ما التف على حابس صار يبحبش تحت رجلين غالب. هو خميس شو خصه؟ هو متهاوش مع تهاني، بس عاد ما قدرت اعرف لويش. خالهم يتزاعلوا يرضوا من حالهم. هو لو غالب ما يرد عليها كان ما صارت تطلب دار واثاث او وظيفه لغالب بعد. يا ابو غالب، خطبتهم طولت والناس ما ترحم. ترفه مصاري ما معي،
على بالك انت وعيالك ادور اشحد بالشوارع؟ الناس بطلت الداين الايام هذه، والبنوك انا ما قربهن. اقول لك تستنى لموسم الزيتون، ساعتها تكون وصلت الشتوية. اوه عاد مش اول لا ترضى الست هاني تسكن عندك بالبيت. ما انا قلت لك من الاول، بس انت عمرك ما سمعت كلامي. يا ستي انا حاولت، شو خسرت؟ يعني اخوك مش رح يتراجع عن كلامه. طيب بسيطة، بالنهاية هو الخسران. يا بابا لازم يكون في طريقة تتفاهم فيها مع عمي. يا بابا حاولت ورحت عليه أنا أول مرة وبعدت له ناس وفيش فايدة. طيب حاول مرة تانية. أنت ما تتدخلي بشغل بابا. إيش يعني بدك أبوك يروح يبوس إيديه علشان يرجع له حقه؟ يا ماما مش هيك. أنت تفضلي على أوضتك كملي دراستك، قومي. بابا ما تشغل حالك فيك أمور، واهتمي في دروسك أحسن لك. عن إذنكم. من بكرة يا غالي بتجهز نفسك علشان نروح للسفارة. يعني خلص كل إشي تمام؟ ظل أنت وشطارتك، في المقابلة حاول لا تصنع، خليك طبيعي قد ما تقدر. الله يستر. شوف يا غالب، أنا بساعدك عشان لجأت لي، هذا ما يعني أن مايدك على الفكرة، بالعكس أنا ودي إياك تفكر مرة ثانية كويس. أي هو أنا ناقصني تفكير يا خميس، فكرت لما راسي ندوش. على راحتك والله يقدم اللي فيه الخير. خميس ممكن أسألك سؤال وتجاوبني عليه بصراحة وبدون زعل؟ طبعا ممكن، اسأل. انت حكيت لعطاف اني مسافر. عطاف؟ وليه السؤال؟ لا تقلق يا خميس، انا بس كنت حاب اعرف مين اللي خبر عطاف بصراحة، بس اتمنى هذا يكون بيني وبينك. حليمة، حلومة، مس الورد، ها؟ مس النور، مس الديدحان والقرنفل وكل عصافير الدنيا والغصون اللي عليها ثمر واللي ما عليها ثمر. يسعد مساج. هلا هلا، شوفك مروح بدري الليلة. يا نوارة يا ديدحانة يا شنيرة يا غزالة شاردة بلفلة يا حلومة يا بعد فشتي انتي. هذا أنا؟ أنت يا بعد عمري. هلا هلا هلا. جيعة؟ يحصل جوا. يسعد الخشوم. المطاعم ذبحن أكلهن، ذبح معدتي صارت معدتي توجعني. قلت تعشى الليلة تعشيني. سلامة معدتك يا بعد قلبي. شو النار أنت يا ديدة حالة؟ الحين أحضر لك الزان. يا بعد فشت طحالي. يا المطاعم اخسن يا المطاعم. افتح الباب يا حليمة. ما انا فاضي. افتح انت بعدين لا تخاف، ما في شرطة بهالليل. واحد جسمه يقشعر لما يسمع الشرطة، ما ادري لي اخاف صاير. طيب مو هو قال لي ربحي قوي قلبك؟ اقوي قلبي ايش هو يعني؟ افتح الباب. يا وين مسجد زادك؟ قايدة الدرك. الحمد لله على السلامة يا مجاهد، طولت الغيبة. يا هل الله لا يوفقك يا ربحي، قال قوي قلبك، الله يمسيك بالخير. يلا تفضل معنا. والوين من غير شر، بعد ما تعشى عندي. إلهي إلهي تكبر وأشوفك عريف. مطلوب للمغفر، يلا خلصنا. خير يا مجاهد، وش فيه؟ ما في شيء ما في شيء، هذول أصحابي ودهم ياني بشغلة صغيرة عند صديق لنا اسمه فلاح، مو هيك؟ يلا بلا كثرة حكي. وش رايك؟ العشاء صاير، الله يسعد هالعيون.
صدقني بين عيونك عرج خضر غير الصير قايد درك. انت حشنا وياك سوا، ترى مسويت لنا عشاء حاشم وطيب، وباشر الصبح انا اجيك بنفسي. احنا نعشيك عنا. يا غبصة يا حزينة، يا ويلي عليك يا مجاهد، وش اللي مسوي حتى ياخذوك معهم؟ يا مرة نصيحي شي، خبري قرايبي كلهم خلهم يلحقوني على المغفر. زين زين، خبري عمامي كلهم. يلا يا اخي خلصنا، يلا خلصنا الزيارة. بالله عليك وكاس الشاي. يلا يا اخي مالك هذا؟ خلص يا مالها وجه. يلا يا اخي خلص يا اخي. خلصنا يلا عليك. وش مالك هذا؟ خبري خبري خليهم خليهم يخلصنا الحين، اخبرهم على طول. يلا يا اخي. على مجاهد، وش صار له مجاهد؟ الشرطة خذته من الدار. ليه؟ هو وش مساوي؟ ما ادري عنه، انا خايفة عليه يا عمي، خايفة عليه. خايفة يا حليمة؟ وين؟ متى اخذوه؟ قبل شوية، وقال لي اعلمكم حتى تساعدوه. وين نروح له بهالليل؟ اسمعي، بكرة الصبح انا اروح واشوف وش السالفة. يعني هسا ما ودنا نلحقه؟ وين نلحقه بهالليل يا حليمة؟ وين نلحقه؟ خلص الصباح رباح، روحي على دارك هسا. اي بدكم تتخلوا عنه؟ إيه؟ اذا انتم ما وقفتوا معه من اللي يوقف معه؟ كيف نتخلى عنه يا حليمه؟ اذا العمله اللي مساويها ما هي شينه نقدر نساعده، بعدين شغل الشرطه هذا ما نقدر نتدخل بيه. خلص روحي على دارك والصباح رباح. يعني الليله ما ينفع يا حليمه؟ روحي على دارك هالساعه وبكره نشوف السالفه. طب وليه ما ينفع يا حليمه؟ روحي هالساعيات. زين زين، أروح. وين نلحقه بهالليل؟ عساه بالوقع اللي ما يقوم منها الهامل.